بالبداية فتحت القدر مثل ما تشوفون على وضع التسخين، وبضيف الآن شوية زيت. بضيف البهارات العدلة لين ما تطلع ريحتها، مع الفلفل الأخضر، ورق الغار، زنجبيل، ليمون أسود، وهيل، وأتركها تطلع الريحة. بعد ما طلعت ريحة البهارات العدلة، أضيف الآن مكعبات البصل. بضيف الآن اللحمة، وسبق أني بس مجرد شلت الريم منها. إذا بغيتوا يا بنات كبساتكم تطلع لذيذة وتطلع لها ريحة تطلع لها خنينة على قولتهم، استمروا وكثروا حمص وتقليب باللحمة أو الدجاج. بضيف الآن مكعبات الطماط. يجي دور الحين معجون الطماط أو الصلصة. بضيف الآن الملح والبهارات المشكلة والكركم وشوي كمون وشوي كزبرة ناشفة عشان ريحة أو نكهة اللحمة. بضيف الآن الرز طبعا فقط مغسول. كبستي اليوم بحط فيها خضار، مجموعة خضار اللي انتم تحبون. انا حاطة جزر وكوسة وبطاطس وباذنجان، قليتها بالقلاية الهوائية. وبدلعها بعد مكعبات الفقع، صب عليها الموية المغلية فوق الرز بس نتفة. مثل ما تشوفون حطيت كل المكونات مع بعض، ضبطت الملح والموية والمرقة مع الفلفل الحار، ونروح الحين نغطي القدر. ركزوا زين باللي يقولون شلون نشغل خاصية التشغيل المسبق. هالحين تشوفونه أصفر، نضغط هنا الحين بعد نص ساعة زيادة صارت بعد ساعة. أنا أبي بعد ساعة يبدأ يطبخ لي، وبحط خاصية أو بختار اللحم لأني أنا طابخة لحم. خلاص تاخذ 35 دقيقة بعد الساعة. يلا هالحين بروح ونخلص أشغالنا أنا وياكم، كل واحد تخلص شغلها ونتلاقي بعد ساعة ونص. تدرون يا بنات إن إذا كان ما طلع البخار اللي فيه مستحيل ينفتح معكم الغطاء، مستحيل. تبارك الرحمن، لو تشمون الريحة تشق الراس. بس بوريكم إياها قبل ما أغرف، خيال.